الحمد لله، الله يجزاكم خير. حصلنا اغراضنا، جوازات السعوديه حقتنا، الباسبورتات، المحفظه حقتنا، بعضا من النقود، بطاقات الاحوال. بطاقه الاحوال لحقها شوي من الحراره. انا اشكر كل رجال الدفاع المدني في دبي حبيبة، أشكر كل مسؤول موجود هنا على أرض الحدث واللي في مكاتبهم واللي برا، وكلهم أشكرهم الشكر الجزيل جدا جدا جدا، وأقول بيض الله وجيهكم أول الأمر وتالي الأمر وآخر الأمر، وإن شاء الله نشوفكم في وقت أحسن وسنة سعيدة وسنة ممتازة. كل أغراضي هنا 100%، والله يعوض على الإخوان اللي فقدوا أغراضهم ويعتبرونها يعني بداية صفر مرة ثانية لهم، صح ولا لا؟ ويبدأون من جديد. أوجهها وأقول لهم بارك الله فيكم، قمتم بجهد جبار، أنتم خير من يمثل